بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهاني بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سمو ورعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك صباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.